تعيشين في عالم الأحلام يا صوفيا. عثمان قتل كل جنودي وقتل كل فرسانك أيضا. هل هؤلاء هم من سيأخذون بثأرنا؟ يبدو أن إبليس تلبسهم يا جيركوتاي. هؤلاء قد باعوا أرواحهم للشيطان. ليس للشيطان، بل باعوها لأبي. السر الذي أزال الخوف من الموت من قلوبهم مخفي في الإكسير الذي شربوه. ماذا يحدث إن لم يخافوا؟ ألا يموت هؤلاء؟ بالتأكيد يموتون، لكنهم لا يتألمون. الفرسان السود يواصلون القتال ما لم يصابوا بجرح قاتل ومميت. ما هو هذا الإكسير؟ لما لم تخبريني عنه؟ أبي أكمله في الأيام الأخيرة من حياته، ولم يكن لديه وقت ليخبرني كيف جهزه حتى. كم هذا محزن. يانز لم يعد موجودا، لكن الإكسير موجود هنا. أعطني القليل مما بقي منه. لا نستطيع ذلك، استخدمناه بأكمله وتأثيره يستمر لبضعة أيام. لدينا وقت قصير جدا للقضاء على عثمان. عندما يزول تأثير الإكسير؟ لا يزول تأثيره، بل يتغير. إنه يتحول إلى سم ويقتلهم. عثمان الذي لا يخاف من الموت سيحارب الموتى. بالغاي أحب هذا. أيها الفرسان،